السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم معنا إلى جولة إخبارية جديدة عبر برنامج الحدث. نأخذكم من خلالها إلى الداخل السوري ونتعرف على أهم وآخر التطورات الميدانية، وذلك عبر شبكة مراسلين وعبر الناشطين الإعلاميين هناك. دعونا نبدأ من دمشق وآخر التطورات، حيث دارت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام على عدة جبهات وسط قصف مكثف للطيران الحربي. هذا وشنت مقاتلات حربية غارات على مدينة دوما ومنطقة المرج في الغوطة الشرقية. وللمزيد معنا من هناك مراسلنا قيس القاضي. أهلا بك قيس. أهلا بك نورا. نعم، إذن اشتباكات والغارات تتجدد على الغوطة الشرقية، إن كان المرج أو دوما، حدثنا عن التطورات. أجل نورس، حقيقة أود بالبدء بالجانب العسكري في الغوطة الشرقية وبالتحديد من منطقة المرج، حيث دارت اليوم اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وكتائب الثوار على محيط مدار مطار مرج السلطان الاحتياطي. طبعا قوات النظام تكثف من عملها حول هذا المطار وتستخدم الكثافة النارية. حتى هذه اللحظة طبعا أصوات الاشتباكات لم تهدأ في هذا الحي، في مساعي لقوات النظام بالتقدم وأخذ هذا المطار، ولكن كتائب الثوار متمركزة في نقاطها. طبعا لم تستطع قوات النظام التقدم في أي نقطة في محيط هذا المطار. طبعا شهدنا تكثيف على مناطق الاشتباكات في هذا المطار من قبل الطيران الحربي. طبعا شهدت مدينة مرج السلطان ما يقارب 10 غارات جوية. طبعا أغلب هذه الغارات كانت تحتوي على الصواريخ العنقودية. طبعا قوات النظام حاولت بشتى أنواع الأسلحة للتقدم في هذا المطار، ولكنها لم تستطع حتى الآن التقدم وأخذ أي نقطة من كتائب الثوار. طبعا هذه المدينة اليوم شهدت أيضا تكثيف من راجمات الصواريخ. شهدت اليوم ما يقارب 12 صاروخا من راجمة، طبعا إضافة إلى تكثيف من قذائف الهاون. طبعا قوات النظام إلى الآن تحاول التقدم عبر عمليات تسلل إلى هذا المطار، ولكنها تفشل في جميع تلك المحاولات. طبعا أيضا في الجانب الآخر من حي جوبر الدمشقي، شهدنا اليوم محاولة لقوات النظام بالتقدم من محور المناشر. طبعا ترافق ذلك تكثيف نار عنيف من قبل قوات النظام. أحبطت هذه المحاولة من قبل كتائب الثوار المتمثلة بجيش الإسلام وقيادة الرحمن. طبعا حتى هذه اللحظة لم تستطع أيضا قوات النظام في حي جوبر التقدم. إلى الآن تحاول من عدة محاور، ولكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل. طبعا النظام اتبع سياسة الأرض المحروقة في هذا الحي، حيث أثناء محاولات الاقتحام والتسلل يكثف من غاراتها الجوية ومن راجمات الصواريخ على هذا الحي. شهدنا اليوم ما يقارب 5 غارات جوية على حي جوبر بالصواريخ الفراغية. طبعا أسفر ذلك عن دمار هائل في هذا الحي. طبعا أود التنويه أن هذا الحي أصبح منكوبا بشكل كامل خالي من ساكنيه، طبعا بسبب القصف الذي يتعرض له يوميا، إضافة إلى صواريخ الأرض الذي انهالت عليها اليوم. بلغ عدد الصواريخ ما يقارب الصاروخين حتى هذه اللحظة على أطراف حي جوبر الدمشقي. طبعا أصبح هذا الحي مدمرا بشكل كامل بسبب كثافة القصف الذي يقع عليه أثر محاولات قوات النظام للتقدم. طبعا نشهد إلى هذه اللحظة اشتباكات في هذا الحي. أيضا الطيران المروحي لم يغادر سماء هذا الحي حتى هذه اللحظة. المعارك لا تزال مستدامة. نعم، إذا أيضا محاولات يائسة من قوات النظام للتقدم في على مطار مرج السلطان. قيس، ظهر إعلام النظام مؤكد بأنه سيطر على ذلك المطار، طبعا من خلال برنامج الحدث والنشرات الإخبارية على قناة الجسر الفضائية نفيتم أنتم أي تقدم لقوات النظام. ما هو موقف قوات النظام؟ والآن الثوار لا يزالون يحكمون السيطرة على هذا المطار، وبان كذب وعري ذلك الإعلام.
نعم نورس، بالحقيقة النظام يتبع سياسة جديدة يتبعها في إعلامه، يريد أن يحقق رفع معنويات جيشه المنهارة طبعا بنصر لربما يكون غير مؤكد، يعني حسب ما صرح لنا كتائب الثوار من جند الملاحم طبعا المرابطين داخل هذا المطار، ليس هناك أي تقدم لقوات النظام. طبعا إعلام النظام روج لهذا التقدم، ولكنه تم تصوير المطار من منطقة بعيدة طبعا عبر كاميراته وطاقمه الإعلامي. طبعا هذا منفي بشكل كامل. كتائب الثوار لا تزال مرابطة في داخل هذا المطار، ولا صحة لأي ما من الأخبار التي تروجها وسائل إعلام النظام. نعم قيس، إذن الغارات لا يوجد ضحايا والخسائر مادية بالرغم من شدة الغارات والقصف بصواريخ أرض أرض، طبعا نحمد الله على ذلك. قيس دعنا ننتقل إلى الغوطة الغربية، هل من مستجدات اليوم؟ أجل نورس، حقيقة قوات النظام يوميا تسعى جاهدة للتقدم من عدة بلدات في الغوطة الغربية. طبعا أهم هذه المعارك الدائرة في مدينة داريا، اليوم شهدنا تكثيفا كبيرا من كافة المحاور في هذه المدينة، لا سيما الجبهة الغربية. كثفت قوات النظام من حملتها على هذا المحور، طبعا حتى هذه اللحظة لم تستطع التقدم، طبعا محاولاتها جميعها باءت بالفشل. طبعا شهدنا حتى هذه اللحظة ما يقارب 15 محاولة تسلل لقوات النظام، ما بين محاولات تسلل واقتحام، طبعا جميعها باءت بالفشل، ولم تستطع قوات النظام التقدم وأخذ أي نقطة من كتائب الثوار. طبعا شهدنا ايضا تكثيفا على جبهه، طبعا على كافه جبهات مدينه داريا، لا سيما منطقه الجمعيات، شهدنا تكثيفا من الطيران الحربي على هذه المنطقه. طبعا الغطاء الجوي حتى هذه اللحظه يشن غاراته على هذا المحور، تمهيدا لاقتحام من قبل كتائب قوات النظام، ولكن حتى هذه اللحظة كتابة ثوار مرابطة على جميع جبهات هذه المدينة. نعم. ولم تستطع قوات النظام التقدم في أي محل. قيس، هل من حصيلة جديدة لمجزرة دير العصافير التي ارتكبها النظام البارحة؟ نعم نوراس، حقيقة الحصيلة النهائية لهذه المجزرة تجاوزت 5 شهداء فقط حتى هذه اللحظة، إضافة إلى الكثير من الجرحى. طبعا حتى هذه اللحظة لربما نشهد تساقط عدد كبير من الجرحى بسبب القصف الشديد الذي تتعرض له هذه المدينة. طبعا الوضع الطبي يسوء تدريجيا في مدينة دوما حتى هذه اللحظة، طبعا جميع الطبيات في والمراكز الطبية في هذه المدينة نشهد إغلاقا كاملا بسبب كثافة الاستهداف الذي تتعرض له براجمات الصواريخ وقذائف الهم. نعم قيس القاضي، مراسلنا من دمشق، حدثتنا من هناك، شكرا جزيلا لك. إذن اشتباكات عنيفة في منطقة المرج على محيط مطار مرج السلطان إثر محاولات تقدم لقوات النظام، محاولات يائسة لأن الثوار يتصدون لها بشكل دائم. ما يقارب 10 غارات على مطار مرج السلطان وجبهات الاشتباك، محاولة تقدم لقوات النظام على محور المناشر بحي جوبر والثوار أيضا يتصدون لهم، ولم يحرز النظام أي تقدم على تلك الجبهات. 5 غارات على حي جوبر تسبب بدمار كبير، وصاروخي أرض أرض أطلق على أطراف ذلك الحي، محاولة تقدم للثوار في للنظام قوات النظام في دارية، الثوار يتصدون لهم أيضا. تزامن ذلك مع غارات جوية على المدينة، 5 شهداء حصيلة مجزرة دير العصافير التي ارتكبها النظام البارحة هناك. إذن تلك أبرز الأحداث من دمشق، دعونا ننتقل إلى حلب لنتعرف على آخر التطورات. فقد استشهد طفل وأصيب آخرون جراء استهداف الطيران الحربي حي السكري في مدينة حلب، كما شنت الطائرات الروسية غارات جوية على أطراف بلدة دير جمال وقرية الشيخ سليمان بريف حلب. بالمقابل دارت اشتباكات بين الثوار قوات النظام في محيط تلة العز جنوب حلب، وللمزيد
معنا من هناك مراسلنا أحمد عبد الرحمن. أهلا بك أحمد. أهلا بك نورس. نعم، بحلب ربما الحدث الأبرز لا تزال أو لا تزال الريف لا يزال الريف الجنوبي يختطف الأضواء. حدثنا عن التطورات هناك وأيضا عن حي السكري الذي وقع به شهداء جراء استهدافه من قبل قوات النظام. نعم نورس، بالفعل الاشتباكات التي تدور في مدينة حلب، جنوب مدينة حلب، هي الحدث الأبرز نعم. على مدينة حلبها، حيث لا تزال الاشتباكات مستمرة بعد التقدم الذي حققه الثوار من خلال سيطرتهم على المناطق التي كانت الميليشيات العراقية والإيرانية قد سيطرت عليها قبل أسابيع، وهي برنة وتلة برنة وتل ممة وتلة البقارة أيضا، بالإضافة للعزيزية والخربة والبنجيرة. نعم. في تلك الاشتباكات نورس تمكن الثوار من قتل العشرات من الميليشيات الإيرانية والعراقية هناك، كما تمكنوا أيضا من اغتنام عدة عربات وآليات عسكرية وتدمير آليات أخرى. وفي جبهة الحميدية اليوم نورس تمكن الثوار في ريف حلب الجنوبي أيضا، تمكن الثوار من قتل قيادي في حزب الله جدا أحمد صالح، ومساء البارحة تمكنوا أيضا من قتل 15 عنصرا من الميليشيات العراقية والإيرانية، الميليشيات التقدم على جبهة البقار. نعم نورس، وبالنسبة للاشتباكات أيضا على مستوى مدينة حلب دارت اشتباكات. دعنا أحمد، دعنا قبل أن ننتقل إلى حلب المدينة والاشتباكات هناك، الريف الجنوبي ما هي الأوضاع بعد التقدم الكبير الذي أحرزه الثوار؟ هل هناك نية للتقدم إلى تلة العيس والحاضر، أم أن النظام له كلام آخر واستخدم التعزيزات لاستعادة تلك المناطق؟ إلى أي سيناريو نحن أقرب؟ نعم نورس، النظام من جهته استخدم تعزيزات جديدة، وأيضا الثوار استخدموا تعزيزات جديدة، ولا يزال الثوار يطمحون للتقدم، ولكن هناك ربما أيام لتجميع قوى الثوار، وبعد ذلك يقومون بالمرحلة الثانية من ذلك التحرير، والهدف الأول لذلك التحرير هو السيطرة على تلة العيس، بعد أن بدأت تلة العيس بالفعل والراجمات المتمركزة عليها والمدافع باستهداف مناطق محيطة، بعد أن قامت منذ أيام باستهداف مدينة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي، ومساء البارحة قامت تلة العيس أيضا المدفعيات المتواجدة هناك قامت بقصف مدة تفتنز في ريف إدلب، مما يجعل تلة العيس هي الهدف الأول للثوار بعد أن تكرر استهدافها للمناطق المدنية بالفعل. نعم، إذن الهدف القادم هو تلة العيس إن شاء الله. دعنا ننتقل إلى حلب المدينة ثم سننتقل إلى مطار كويرس والأنباء هناك، فهناك أنباء بأن تنظيم الدولة قد قتل عددا من عناصر النظام. نعم. نعم نورس، قبل حلب المدينة دارت اشتباكات في ريف حلب الشمالي على محيط نعم. باشتوي، تزامن ذلك الاشتباك مع غارات جوية على المنطقة، وفي تلك الاشتباكات استهدف الثوار جنود النظام هناك والميليشيات المؤسسة بالقذائف المدفعية والراجمات، وتمكنوا من قتل عدد منهم أيضا. نعم. تمكن الثوار أيضا مساء البارحة من صد محاولة لتنظيم الدولة، حيث حاول عناصر من تنظيم الدولة التسلل إلى مدينة مارع، وأسروا اثنين من عناصر التنظيم، بعد أن قام تنظيم الدولة مساء البارحة استهداف مدينة مارع بعدد من القذائف مما سبب إصابات في المدينة. نعم. إذن نعم، ودارت اشتباكات أيضا نورس بين الثوار وقوات النظام في منطقة منيان غرب مدينة حلب بالقرب من حلب الجديدة، حيث استهدف الثوار عناصر قوات النظام هناك وأماكن تجمعهم بقذائف مدافع جهنم ومدافع الهاون، وحققوا إصابات مباشرة في صفوف قوات النظام في منطقة منيان بالقرب من حلب الجديدة. نعم. وأنباء نعم نعم وأنباء وردت نورس نعم أحمد نعم نورس وردتنا من ريف حلب الشرقي أفادت بأن تنظيم الدولة تمكن من قتل ما يقارب 30 عنصرا من قوات النظام في قرية الجميلية جنوب مطار كويرس. نعم، دعنا نعود إلى الريف الشمالي ومحاولة تنظيم الدولة التقدم إلى مارع. هل هي محاولة تسلل أم بالفعل دارت اشتباكات عنيفة وهي محاولة تقدم للتنظيم أم تسلل فقط وانتهت بأسر عنصرين من التنظيم وقتل الآخرين؟ نعم نورس، البارحة قام تنظيم الدولة باستهداف مدينة مارع بعدة قذائف، تكررت تلقي مارع لهذه القذائف أكثر من مرة البارحة. نعم. ومساء البارحة بالضبط قام عناصر من التنظيم بعد أن قاموا بقصف المدينة بالقذائف قاموا بالتسلل، لم تدر هناك
تقريبا اشتباكات عنيفه بل اشتباكات خفيفه جدا اثر محاوله اولئك العناصر لاقتحام مدينه مارع. وبالفعل تمكن ثوار مدينه مارع او الثوار المتواجدين هناك من القاء القبض على عنصرين وأسروهم، وتجري الآن التحقيقات مع أولئك العناصر. نعم، تنظيم الدولة تمكن من قتل 30 عنصرا من قوات النظام في محيط مطار كويرس. هل هناك نية للتنظيم لاستعادة النقاط التي خسرها أم هي عملية عابرة وانتهت؟ نعم نورس، لا يزال تنظيم الدولة يحاول استعادة السيطرة على المناطق التي خسرها بعد أن تمكنت قوات النظام من فك الحصار على مطار كويرس. ولا يزال التنظيم يحاول استعادة سيطرته على المناطق المحيطة بمطار كويرس لفرض حصاره على المطار. وتكرر بالفعل قيام تنظيم الدولة من قتل العشرات من عناصر النظام هناك في ريف حلب الشرقي، وآخرها كان مساء البارحة حيث أعلن تنظيم الدولة على الصفحات المؤيدة لهم من تمكنهم من قتل حوالي 30 عنصرا في قرية الجميلية جنوب المطار. هناك نبا عن استشهاد طفل جراء غارات على حي السكري في حلب المدينة، هل هناك أي تفاصيل؟ نعم نورس، بالنسبة للقصف الذي تعرضت له مدينة حلب وأريافها اليوم، فقد استشهد طفل صباح اليوم بالتحديد في حي السكري جراء غارة جوية روسية على الحي، بالإضافة لدمار في ممتلكات المدنيين في حي السكري. كما تعرضت أيضا بلدة دير جميل لقصف جوي أيضا تسبب بأضرار مادية كبيرة في البلدة، وقبل قليل تعرضت عنادان لقصف جوي تسبب أضرارا مادية أيضا. كما تعرضت صباح اليوم منطقة الشيخ سليمان بريف حلب الغرب لقصف بالقنابل العنقودية دون وقوع إصابات في الغرب. نعم. وأيضا نورس، تزامنا مع الاشتباكات التي تدور في ريف حلب الجنوبي، قامت الطائرات الروسية بالإضافة لبعض الطائرات السورية بعشرات الغارات على معظم بلدات وقرى الريف الجنوبي، وهي تلحدية والزربة وخان طمان ومنطقة الإكاردة وأستراد حلب دمشق أيضا، تزامنا كما ذكرت لك تزامنا مع الاشتباكات العنيفة التي تدور في ريف حلب الجنوبي. نعم، أحمد عبد الرحمن مراسلنا من حلب حدثتنا من هناك، شكرا جزيلا لك. اشتباكات بالريف الجنوبي والثوار يقتلون قيادي من حزب الله و15 عنصرا على جبهة البقارة. قصف من تلة العيس على القرى القريبة منها، إذا تلة العيس هي الهدف القادم للثوار فقد أصبح القصف منها على القرى القريبة وعلى المدنيين. اشتباكات في الريف الشمالي على جبهة باشكوي، الثوار يتصدون لمحاولة التنظيم للتسلل لمدينة مارع ويقتلون بعض العناصر ويتمكنون من أسر عنصرين منهم. اشتباكات في حلب الجديدة بين الثوار وقوات نظام، تنظيم الدولة يتمكن من قتل 30 عنصرا لقوات النظام بمحيط مطار كويرس العسكري. استشهاد طفل بحي السكري جراء غارة جوية وقصف على بلدات عنادان ودوير جميل وقصف بالقنابل العنقودية على دير سليمان وعدة غارات جوية من قبل طيران النظام والطيران الروسي على أرياف حلب بشكل عام. تلك أبرز الأحداث إذن من دمشق وحلب حتى الساعة، فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد، ودعونا نذهب إلى محافظة إدلب ونتعرف على آخر التطورات هناك، فقد سقط شهداء وجرحى جراء غارة جوية استهدفت محيط مدرسة بمدينة جسر الشغور، هذا وقد أطلقت البوارج الروسية صاروخا باتجاه الشمال السوري تمت مشاهدته بالعين المجردة فوق بلدات ريف إدلب. وللمزيد معنا من هناك مراسلنا حسين الزيدي، أهلا بك حسين. أهلا بك نوره. نعم، إذن شهداء وجرحى جراء غارات على مدرسة في جسر الشغور وأطلاق صواريخ باليستية من البوارج الروسية شهدت بالعين المجردة، حدثنا عن التطورات لديكم حسين. نعم، منذ سقوط الطائرة الروسية صباح أمس تشهد منطقة جسر الشغور تصعيدا غير مسبوق منذ فترة طويلة. فأمس شنت الطائرات الروسية 3 غارات جوية على مدينة جسر الشغور مما تسبب بإصابة 7 طلاب بإحدى تلك الغارات نتيجة استهداف مدرسة رابعة العدوية في المدينة. اليوم أكثر من 3 غارات جوية من الطيران الحربي استهدفت المدينة أيضا ظهر اليوم مما تسبب بوقوع شهيد و80 جرحى نتيجة هذه الغارات، تلاها بقليل قصف بأكثر من 40 صاروخ متقطع بمعدل صاروخ كل دقيقة واحدة طال أطراف المدينة ذاتها.
مصدر القصف كان قوات النظام المتمركزة في معسكر جورين بسهل الغاب، مما تسبب وقوع 3 شهداء والعديد من الجرحى. ما زال القصف مستمر حتى حسين، ساعات حسين لو نوضح لو سمحت، لدينا شهيد وعدد من الجرحى، أين؟ مدينة جسر الشغور اليوم بسبب الغارات الروسية. نعم، وأين هناك 4 شهداء بسبب القصف من معسكر جورين؟ أيضا في مدينة جسر الشغور نورس تم قصف المدينة نعم بأكثر من 40 صاروخ على المدينة وأطرافها، تسبب بوقوع 3 شهداء والعديد من الجرحى. إذن الحصيلة أصبحت لدينا 4 شهداء وجرحى، بينهم أطفال جراء استهداف مدرسة هناك. نعم. لو نتكلم عن باقي الوضع في محافظة إدلب، اليوم انفجرت عبوتين ناسفتين كانتا داخل كيس قمامة، على إحداها على طريق معرة النعمان بنين والأخرى على الطريق الدولي، حيث لم يتم تسجيل أي إصابات ولم تحدث أي أضرار، وأثناء التحقيقات لم يتم التعرف على هوية من وضع هذه العبوات في تلك المنطقة. كيف انفجرت أنس؟ ما هي طريقة الانفجار؟ هل هي مؤقتة أم بالتفجير عن بعد؟ حقيقة النورس لم يتم التعرف على تلك أو على نوعية تلك العبوات، فكيس قمامة موضوع بجانب طريق، ليس من المعقول أن يفكر مثلا المارون على الطريق أن يوضع بهذا الكيس عبوة. شهد الانفجار وتم التوجه من قبل الجهات المعنية، الدفاع المدني والعناصر المتواجدة أمنيين في تلك المنطقة. الحمد لله كان الانفجار سليم، لم يتسبب وقوع أي جرحى ولا ضرر. حسين، هل تعتقد بأنها محاولة اغتيال جديدة من ضمن المحاولات الكثيرة التي تمت في ريف إدلب، منها ما نجح ومنها ما فشل؟ حقيقة من زرع تلك العبوات من المؤكد أن لديه هدف، ونحن نجهل مثل هذه الأهداف، قد تكون لاغتيال أحد القادة أو قد تكون مزروعة من قبل عناصر النظام. لا يمكننا أن نحتم ماذا أو ما الأمر المراد من زرع مثل هذه العبوات. تجري التحقيقات وتجري أمنيات، هناك أمنيات كثيرة في المنطقة لتفادي مثل هذه وقوع مثل هذه الحوادث. متى أن تم الإمساك بأي طرف، سنسعى لأن نجلب تفاصيل أكثر عن هذه العبوات، عن العمليات التي حدثت في إدلب وريفها في الفترة الأخيرة. مدينتا إدلب ودرعا الساحتان الأبرز بالنسبة لعمليات الاغتيال، والتحقيق جاري منذ سنين إن صح التعبير، ألا يوجد أي خيوط دلت على من يقوم بمثل تلك الأفعال هناك حسين؟ حقيقة نورس، إن أمكن ووجدت خيوط فهي خاصة بالجهات المعنية. نحن نعلم أن الأمنيات في المناطق المحررة تكون شديدة، لا يمكن لأي شخص أو لأي جهة التعرف على مثل هذه الأمور. تنتظر بيانات من الجهات المعنية توضح ما الذي نعم يحدث، ما الهدف من وراء تلك العملية. نعم حسين، المهم أننا نطمئن بأن التحقيقات جارية ولا يوجد سكوت من قبل الثوار على مثل تلك الأفعال. بالعكس، لا يوجد سكوت أبدا، تجد في مختلف المناطق في إدلب، في المناطق المحررة بشكل عام، حواجز متنقلة للجهات المعنية، لجيش الفتح، لباقي نعم الفصائل، لتفادي مثل هذه أمور. لكن من يقوم بالتخطيط ولزرع مثل هذه العبوات لعمليات اغتيال، من الأكيد أيضا أن لديه أمنيات ولديه طرق وحيل نعم لتنفيذ مثل هذه. حسين الزيدي مراسلنا من إدلب، حدثتنا من هناك، شكرا جزيلا لك. إذا أحداث كثيرة في إدلب قبل أن ننتقل إلى الحسكة، طبعا تصعيد على مدينة جسر الشغور و3 غارات على الجسر وأيضا أكثر من 40 صاروخ على جسر الشغور. الغارة على جسر الشغور تسببت بإصابة 7 طلاب لأنها استهدفت مدرسة هناك، وهناك أيضا 3 شهداء بسبب القصف الصاروخي. الحصيلة 4 شهداء في جسر الشغور والعديد من الجرحى.
انفجار عبوتين ناسفيتين احداهما على طريق معرض نعمان والثانية على الطريق الدولي دون حدوث اي اصابات ولله الحمد. طبعا لا تزال العمليات الاغتيال جاري، البحث عن منفذيها والتحقيق جاري. اذا تلك ابرز الاحداث من ادلب. دعونا ننتقل الى الحسكة ونتعرف على التطورات هناك، فقد استشهد شخص وابنه في قصف طائرات التحالف الدولي لسيارتهما على طريق العريشة قرب مدينة الشداد بريف الحسكة الجنوبي، في حين تستمر الاشتباكات بين عناصر تنظيم الدولة والميليشيا الكردية في منطقة الكرامة ومحيطها بالتزامن مع قصف لطائرات التحالف من على مواقع تنظيم الدولة. معنا من هناك مراسلنا معصوم الكردي. أهلا بك معصوم. أهلا بك نورس. نعم معصوم، هناك إذا استهداف للسيارة تسببت باستشهاد رجل وابنه، من هو المستهدف؟ هل هي طائرات التحالف أم طائرات النظام؟ ثم دعنا ننتقل إلى الاشتباكات العنيفة بين تنظيم الدولة وما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية. نعم نورس، طيران التحالف طبعا استهدفت سيارة تابعة لشخص واسمه عواد الحميدي وابنه محمد، طبعا استشهدا الاثنين عواد الحميدي وابنه محمد على طريق العريشة. نعم معصوم، هل المؤكد بأن من قام بالاستهداف هو طيران التحالف بالفعل؟ وهل إن كان طيران التحالف وهناك تأكيد، هل تم اللبس واعتقد الطيران بأنها سيارة تابعة لتنظيم الدولة، أم أن المستهدف هو طيران النظام؟ معصوم نعم نورس، السيارة كانت مدنية نورس، كانت تستقل يعني كانت مدنية ليست مرتبطة بأي تنظيم أو حتى بالوحدات الكردية، السيارة مدنية. نعم. والذي استهدفها نعم هو طيران التحالف نورس. نعم، إذا هناك تأكيد بأن طيران التحالف هو المستهدف لتلك السيارة. دعنا ننتقل إلى الاشتباكات العنيفة التي تدور في ريف حلب بين تنظيم في ريف الحسكة بين تنظيم الدولة وميليشيا الوحدات الكردية. نعم نورس، الاشتباكات مستمرة صراحة بين عناصر التنظيم من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى. الاشتباكات منذ البارحة تتركز في منطقة الكرامة ومحيطها بالريف الجنوبي، طبعا بالريف الجنوبي محيط بلدة محيط فوج المليبية، طبعا الريف الجنوبي لمدينة الحسكة بالتزامن مع القصف المستمر لطائرات التحالف على مواقع التنظيم. طبعا منذ البارحة لم يسجل أي تقدم لأي طرف. طبعا في ذات السياق نورس، هاجمت مجموعة من عناصر التنظيم مفرق طريق البترول جنوب طريق الهول. نعم نورس، نعم يبدو يبدو معصوم، يبدو بأنك ميدانيا بالفعل تحدثنا من مكان الحدث مباشرة، نحن نسمع أصوات السيارات بجانبك. نعم إذا لا يوجد تقدم لأي من الطرفين، ما الجديد أيضا؟ نعم طبعا ذكرت في ذات السياق بأن مجموعة من عناصر التنظيم هاجمت قوات موقعا لقوات سوريا الديمقراطية في جنوب طريق الهول غرب قرية الشلالة طبعا، وعلى أسرها جرت اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر التنظيم، كما تمكن قوات سوريا الديمقراطية أيضا من تفجير علبة مفخخة طبعا تابعة لعناصر التنظيم، والمعلومات تفيد عن خسائر بشرية بين الطرفين نورس. أعتذر عن الصوت، لا مشكلة لا مشكلة معصوم، على العكس تماما. تفجير عربة مفخخة، إذا كانت متجهة إلى تلك القوات وتم تفجير تلك العربة قبل وصولها إلى الهدف. نعم بالضبط، ما هكذا صرح لنا قائد قوات سوريا الديمقراطية. نعم. لأنهم فجروا السيارة قبل وصولها إلى الموقع. هناك أيضا نبأ عن التنظيم يقوم بالإفراج عن مجموعة من المحتجزين لديه من الآشوريين، حدثنا عنهم. نعم نورس، البارحة تم إطلاق سراح 10 آشوريين بينهم 5 نساء، طبعا الكل وصل إلى بلدة تلتمر، الجميع بصحة جيدة، هم من سكان بلدات تل شميرام وتل جزيرة طبعا، ويبلغ بذلك عدد المفرج عنهم 98 عدد نورس المفرج عنهم. طبعا كما أن المفاوضات يعني المفاوضات مستمرة بقيادة أسقف المشرق في مدينة الحسكة، هم صرحوا لنا بأن
المفاوضات ما زالت مستمرة وأن الكل سيكون بصحة جيدة وبأمان في الأيام القادمة. نورس. نعم معصوم، الإفراج يتم على دفعات، إذن إفراج الآشوريين على دفعات، لماذا لا يفرج التنظيم بشكل كامل عن كل المحتجزين لديه من الآشوريين؟ تحدثت عن مفاوضات، هل يوجد تفاصيل؟ صراحة حتى هم لا يعني يزودوننا بكامل التفاصيل، لكن هم أكدوا لنا أن يعني الكل سيخرج، ولكن كما ذكرت نورس على الدفعات، ربما هناك يعني أموال تدفع للتنظيم أو ربما هناك شروط لا ندري عنها، لم يزودونا بأي تفاصيل، ولكن أكدوا لنا بأن الكل سيفرج عنه ولكن على دفعات كما يعني يتم منذ أشهر. نعم معصوم، يدور ببالي سؤال، هل أنت كإعلامي موجود على الأرض تستطيع أن تتواصل مع التنظيم أو تأخذ أي تصريحات أو معلومات من التنظيم عن التطورات؟ صراحة نورس نحن هنا في الحبكة لا نستطيع يعني التواصل مع التنظيم بتة، يعني أتحدث عن نفسي لا أدري الإعلاميين الباقين، لكن مع الوحدات الكردية ومع قوات سوريا الديمقراطية وأيضا مع قوات السوتورو ويعني القوات الموجودة في الحسكة وحتى الآشوريين وما إلى ذلك نستطيع ودائما نتواصل معهم ونتواصل مع الإعلاميين الباقيين، لكن عناصر التنظيم الدولة وقوات تنظيم الدولة ألا عن نفسي أتكلم لا أستطيع أو إلى الآن لم أستطع التواصل مع أي جهة منهم. نعم وبشكل عام هم يتحفظون على الأخبار ولا يعطوها إلا للوسائل الإعلامية الخاصة بهم. معصوم الكردي مراسلنا من الحسكة حدثتنا من هناك، شكرا جزيلا لك. إذن استهداف سيارة من قبل طيران التحالف، تتسبب سيارة مدنية طبعا، تتسبب باستشهاد شخص وابنه. اشتباكات في الريف الجنوبي بمحيط بلدة الكرامة بين تنظيم الدولة وما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية وصفت بالعنيفة دون إحراز أي تقدم من قبل الطرفين. عناصر من التنظيم تهاجم موقع لقوات سوريا الديمقراطية جنوب الهول وتقتل عددا منهم. قوات بالمقابل قوات سوريا الديمقراطية تتمكن من تفجير سيارة ملغمة قبل وصولها إليهم، تتسبب بمقتل عدد من أفراد التنظيم. الإفراج عن عدد من المحتجزين الآشوريين لدى تنظيم الدولة. إذن الاشتباكات، لا يوجد أي تقدم لأحد من الطرفين حتى الآن بين تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية. تلك أبرز الأحداث من إدلب والحسكة. فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد، ختام هذه الجولة سيكون من درعا لنتعرف على آخر التطورات هناك، فقد استشهد مدنيان وجرح آخرون في مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا إثر إلقاء الطيران المروحي برامل متفجرة على مناطق في المدينة، كما ألقى الطيران المروحي برامل متفجرة على بلدة بصر الحرير. للمزيد معنا من هناك الناشط الإعلامي أبو الهدى الحريري مراسل وكالة قاسيون. أهلا بك أبو الهدى. نعم أهلا وسهلا أخي نور. نعم إذن الشيخ مسكين عادت للواجهة وعادت الاشتباكات وعاد استهداف تلك المدينة والمحاولات المتكررة من قبل قوات النظام لاقتحامها، حدثنا عن التطورات لديكم. نعم بالنسبة لمدينة الشيخ مسكين ومدينة بصر الحرير هي الخاسرتان الضعيفتان بالنسبة لقوات النظام للعمود الفقري المتواجد على أستراد دمشق درعا، لذلك النظام يكثف غاراته بالطيران الحربي والمروحي على هاتين المدينتين ويحاول إبعاد الجيش الحر عن خطوط التماس مع قوات النظام في اللواء 12 وفي الفوج ومقر الفرقة الخامسة في مدينة إزرع وفي حاجز الكهرباء ومدينة قرثة في من جهة الشيخ مسكين. اليوم كان هناك براميل متفجرة على مدينة الشيخ مسكين راح ضحيتها شهداء وجرحى من أهالي مدينة الشيخ مسكين الذين مما تبقى من أهالي مدينة الشيخ مسكين داخل هذه المدينة، علما أن المدينة مهجرة بشكل يعني بنسبة كبيرة جدا إلى القرى المجاورة وإلى السهول وأحراش الزيتون. وكلنا نعلم في هذه الأوقات بدأ فصل الشتاء وبدأت المعاناة تزداد بالنسبة للاجئين. أما بالنسبة لكتيبة الرادار وما حصل اليوم على أطراف مدينة السويداء، كان هناك إطلاق نار بعربات الشركة ومدفع 57 من قبل كتيبة الرادار على بلدة المليحة الشرقية وعلى بلدة صمة التابعة لمحافظة السويداء وعلى الطريق الواصل بين هاتين القريتين. كان هناك أعمدة دخان تتصاعد من قرى محافظة السويداء الحدودية مع محافظة درعا
لكن لم نحصل على الأخبار الأكيدة لعدم وجود يعني ناشطين بشكل كافي في تلك المنطقة، ولصعوبة وصول ناشطين من محافظة درعا إلى قرى سويداء بسبب يعني هود كبير نظام اللجان الشعبية من أبناء السويداء. كما وكان هناك اليوم عميل متجر على بلدة سملين أيضا تهدد أطراف المدينة، وعلى مدينة إنخل أيضا كان هناك متفجر، كان هناك أطلاق براجمات الصواريخ وبالمدينة من القرى خمس قرب مدينة إنخل على مدينة إنخل وعلى مدينة جاز. نعم أبو الهدى، إذن لا تزال الغارات ولا يزال القصف مستمر، هل هناك محاولات للتقدم من قبل قوات النظام على جبهات الشيخ مسكين وبصر الحريرة أم اقتصر الأمر على القصف فقط؟ الأمر اقتصر على القصف بسبب تقدم الجيش الحر وتقدم يعني في فصائل عديدة من الجيش الحر على أطراف هذا اللواء، وهناك عمليات قصف مستمرة من قبل الجيش الحر لقوات النظام واستهداف التريكسات والآليات الثقيلة تعمل على تشين هذه الألوية والكتائب المتواجدة في المنطقة بسبب خوف قوات النظام بشكل كبير من هجوم مخطط له من قبل قوات أبو الهدى جيش متواجدة في المنطقة، وهناك ساعات كبيرة تصل قوات النظام بأن جيش الحرية. أبو الهدى الصوت يتقطع، إذا نستطيع أن نقول بأن الجيش الحر هو من يملك زمام المبادرة الآن، وهو من والثوار من يحاولون التقدم على جيش النظام. أبو الهدى، أبو الهدى تسمعوني؟ نعتذر منكم أعزائي المشاهدين. نعم نعم أبو الهدى، نعتذر منكم لسوء الاتصال من المصدر. أبو الهدى، إذا نستطيع أن نقول بأن الثوار هم من يملكون زمام المبادرة الآن ويقومون بالهجوم على قوات النظام؟ أبو الهدى، أبو الهدى تسمعوني؟ إذا غارات على الشيخ مسكين وبصر الحرير، براميل متفجر على الشيخ مسكين أيضا توقع شهداء وجرحى هناك، اطلاق نار من عربات الشلكة والمدافع المتوسطة على المليحة الشرقية والصمة بالسويداء، ومشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من طبعا من درعا، ولكن لا يوجد أي تفاصيل من الناشطين في درعا، ولكن أعمدة الدخان تتصاعد من تلك المدينتين. براميل متفجرة على السملين وإنخل. أبو الهدى هل ما زلت معنا؟ يبدو بأننا فقدنا الاتصال مع الناشط الإعلامي أبو الهدى الحريري مراسل وكالة قاسيون، حدثتنا من درعا، شكرا جزيلا لك. إذن تلك أبرز الأحداث في درعا حتى الساعة، كنا نود أن نأخذ باقي المعلومات من أبو الهدى عن التطورات بين تنظيم الدولة أو لواء شهداء اليرموك المبايع لتنظيم الدولة وجبهة النصرة والثوار هناك بعد مقتل قائد اللواء والمهلة التي أعطاها الثوار لمقاتلي اللواء. إذن تلك أبرز الأحداث من درعا، ومن درعا نصل معكم أعزائي المشاهدين إلى نهاية جولتنا الإخبارية هذه ضمن برنامج الحدث. لكم تحيات فريق العمل وتحيات محدثكم نورس العرفي، وأترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.